تخيل عالما قبل الأهرامات، قبل روما، قبل سور الصين العظيم، عالما ساطعا بحضارة غامضة تخفي أسرارا عظيمة. رحلتنا اليوم إلى بلاد ما بين النهرين لكشف أسرار حضارة أطلق عليها اسم سومر، مهد الحضارة ومنبع العلوم ومنشئ أولى الكتابة التي عرفها الإنسان. تصور قدرة السومريين على حفظ أسرار الكواكب وحركة النجوم دون تلسكوب، وبناء مدن ضخمة واختصار الوقت بنظام عددي متقدم. لكن بين إنجازاتهم تبرز أسطورة الأنوناكي، تلك الكائنات الغامضة التي حكمت الأرض حسب معتقدات السومريين وتربطهم بهم صلة غامضة. هل كان الأنوناكي كائنات فضائية أتت من كواكب أخرى؟ أم هم آلهة عظيمة نزلت من السماء بحسب اعتقادهم؟ أسئلة حيرت العقول لقرون وتناقلتها الأجيال. في هذا الفيديو سنحاول الغوص في أعماق هذه الأسطورة ونبحث عن الأدلة التي تتحدث عن ذلك. تشير العديد من النصوص السومرية القديمة إلى وجود الأنوناكي، وتصفهم ككائنات قوية وذكية لعبت دورا هاما في خلق البشرية بحسب اعتقادهم. ولكن قبل أن نتحدث عن الأنوناكي يجب أن نتحدث عن الحضارة السومرية لنتخيل كيف كانت متقدمة في ذلك الوقت والزمان، وأن الأنوناكي هم السبب في ذلك التقدم. الحضارة السومرية هي إحدى أقدم الحضارات المعروفة في تاريخ البشرية، ازدهرت في بلاد ما بين النهرين العراق حالياً بين القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. ويعتبر السومريون أول من طوروا نظام الكتابة المسمارية، وينسب الفضل إليهم في استخدام أول أبجدية عرفها التاريخ والتي تم اكتشافها مكتوبة على الألواح الطينية، وتم استخدامها في المستندات القانونية والتجارية والأدبية. كما تم تطوير نظام الكتابة المسمارية لاستخدامه في توثيق الأحداث التاريخية والأدب والعلوم. تعتبر هذه الابتكارات الفكرية في مجال الكتابة من أهم إرث الحضارة السومرية، وأثرت بشكل كبير على التطور الثقافي والعلمي للبشرية. بالإضافة إلى الكتابة، قدم السومريون العديد من الابتكارات التقنية التي ساهمت في تقدم الحضارة. كانوا مبدعين في مجال الهندسة والعمارة، حيث بنوا المدن والمعابد والقصور بأساليب معمارية مذهلة. استخدموا الطوب المحروق والطين في بناء المباني، وابتكروا أنظمة ري متطورة للحفاظ على الزراعة وتوزيع المياه. كما قدم السومريون ابتكارات في مجال الصناعة والحرف التقليدية. كانوا يعملون الفخار والزجاج والأدوات الحديدية، وابتكروا طرقا جديدة لصناعة الألبان والألوان والعطور. كما كان لديهم معرفة متقدمة في مجال التعدين واستخراج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. وهم الأول من ابتكر نظام العدد الستيني الذي يقسم الدقيقة إلى 60 ثانية والساعة إلى 60 دقيقة والدائرة إلى 360 درجة، وهو النظام الذي نسير عليه حتى وقتنا الحالي. وأجاد السومريون حساب الكسور والجذور التربيعية باستخدام نظام العدد الستيني، وطوروا نظام حساب مالي متقدم لتسجيل المعاملات التجارية ومراقبة الواردات والصادرات. أما بالنسبة للفلك، فكان للسومريين اهتمام كبير بمراقبة النجوم والكواكب وتحديد مواقعها في السماء. بالإضافة إلى ذلك، كان لديهم تقويم يعتمد على دورة القمر. استخدموا القمر لتحديد الأشهر، حيث كان الشهر يتألف من 30 يوماً. ولتوحيد السنة الشمسية مع دورة القمر، أضفوا شهراً إضافياً كل 3 سنوات، وقاموا بتحديد أطوار القمر، وتمكنوا من تحديد فصول السنة وتعيين أوقات الزراعة والحصاد من خلال مراقبة حركة الشمس والنجوم. وهم الأول من أنشأ المدن والممالك والحكومات المركزية. والآن سوف أطرح عليكم سؤالاً يمكنكم مشاركة إجابته في التعليقات. كيف للسومريون أن يعرفوا حركات النجوم والكواكب والأطوار القمرية بدون تكنولوجيا وآلات متقدمة؟ ويجب أن نذكر أيضاً أنهم أول من أنشأ شريعة هامورابي، والتي سارت عليها البشرية جمعاء حتى اليوم. كانت هناك قوانين صارمة تنظم الحياة اليومية وتحمي الحقوق والواجبات للأفراد. إما بالنسبة للطب، فمن إنجازاتهم العلمية أيضاً ممارستهم بعض الصناعات الكيماوية، فقد تعلم السومريون تقطير العطور وتركيب الأدوية. ومنذ 1000 قبل الميلاد وضع طبيب سومري لوحة كتب عليها أكثر من 12 وصفة طبية لمعالجة الأمراض المختلفة. وشرح الطبيب كيفية استعمال الأدوية، وحدد ما يؤخذ منها بالفم وما هو للاستعمال الخارجي.
كما ذكر المواد التي تتركب منها تلك الأدوية، ومن بينها القرفة والآس والزعتر والصفصاف والإجاس والتين والتمر والحليب وجلد الحية وصدفة السلحفاة والملح ونترات البوتاس. هذا الإنجاز السومري المدون على تلك اللوحة في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد سار بعلم الكيمياء شوطاً بعيداً في التقدم والتطور، وكانوا فائقين التطور في استخراج واستخدام النحاس، وقد ساهم ذلك في تطوير مدنهم مثل أويرك وسومر وغيرها. وقاموا أيضاً من خلاله بصناعة الأسلحة الصغيرة ورؤوس السهام، وبعد ذلك استخدموه في صناعة الأواني والأباريق النحاسية، وتكشف القطع الأثرية التي تم العثور عليها براعتهم في الصناعات النحاسية. لعبت الأساطير والمعتقدات الدينية دوراً مركزياً في الحضارة السومرية، فقد كانوا يؤمنون بوجود آلهة متعددة تتحكم في شؤون الكون والبشر، وكان هناك إله رئيسي للسماء وآخر للأرض وآخر للمياه وهكذا، وكان الكهنة هم الطبقة المسيطرة التي تترجم إرادة الآلهة وتفسر الظواهر الطبيعية. ومن هنا دعونا نتحدث عن الأنوناكي، هؤلاء الآلهة الغامضة التي ترتبط اسمها بالسومريين. تخيل إن شئت مجموعة من الكائنات السماوية تنزل من السماء، وقد تم الإعلان عن وصولهم من خلال هدير المركبات السماوية وتألق التكنولوجيا الدنيوية الأخرى. لم تكن هذه مجرد آلهة يجب عبادتها، كان الأنوناكي مشاركين نشطين في شؤون البشر، حيث قاموا بتشكيل المصائر والتأثير على مجرى تاريخ الحضارة السومرية. مصطلح الأنوناكي نفسه يكتنفه الغموض، مع تفسيرات تتراوح بين أولئك الذين جاءوا من السماء إلى الأرض إلى نسل آن، إله السماء السومري. وبغض النظر عن الترجمة الدقيقة، فإن وجودهم يتخلل الأساطير السومرية، حيث يتم تصويرهم على أنهم كائنات قوية ومتقلبة في كثير من الأحيان، مع القدرة على السيطرة على قوى الطبيعة والتأثير على حياة الإنسان. بعض المهتمين بالحضارات القديمة يرون أن الأنوناكي ليسوا مجرد أساطير، بل مخلوقات فضائية زارت كوكب الأرض منذ 5000 سنة. يعتقد أنهم ساهموا في تطور الحضارة السومرية والجنس البشري بشكل عام. كان عالمهم الروحي عبارة عن شبكة معقدة من الآلهة بحسب اعتقادهم، كل واحد منهم يمتلك أدواراً ووظائف محددة، وأهمهم الإله أنو، إله السماء، وكان يعرف بشكل عام كزعيم للأنوناكي، والإله كي وهي إله الأرض. وبحسب الأسطورة المذكورة على الواحد طين، تزوج الإله أنو والإله كي، وأنجبوا إنليل وهو إله الرياح والعواصف، وإنكي وهو إله الماء والبحار والمحيطات. وغالباً ما كانت السيطرة الفعلية على شؤون الأرض تقع على عاتق ذريته، لا سيما إنليل وإنكي. وإنكي بصفته سيد الأرض والمياه، كان يحترم لحكمته وذكائه وإبداعه، وينسب إليه الفضل بحسب الاعتقاد السومري على نطاق واسع في تأسيس مدينة ريدو، واحدة من أقدم المدن في سومر وبدء الحضارة الإنسانية. في عام 1849 اكتشف عالم الآثار البريطاني أوستن هنري 14 لوحة طينية في سومر، مكتوب عليها باللغة المسمارية، وتعتبر اليوم من أقدم الكتابات المعروفة، وتعود إلى القرن 24 قبل الميلاد. تقول اللوحات إن خالقين جنة عدن وآدم وحواء بحسب اعتقادهم كانوا آلهة متعددة أو كائنات من عالم آخر. تفسر اللوحات الأولى 12 من أين أتوا وما كانوا، وتخبرنا اللوحة الثالثة عن أيام الخلق الستة أو الاستيطان على الأرض، ولاحقاً يشرحون كيف تم تعديل سلالة البشر جينياً من قبل هؤلاء الكائنات، ولم يكن التطور عشوائياً، حتى التكنولوجيا التي قدمها السومريون جاءت من هؤلاء الكائنات. وفقاً للوحات السومرية وبحسب كلام الكاتب زكريا سيتشن في كتابه الذي بعنوان كتاب إنكي المفقود، فقبل 445,000 عام استوطن الأنوناكي كوكباً بعيداً يسمى نيبيرو، والذي يدخل نظامنا الشمسي فقط كل 3600 عام. وصفوا نيبيرو بأنه أكبر بكثير من قطر الأرض وينعم بأكسيد الحديد، مما جعل أنهاره وبحيراته تبدو حمراء. وبدأ غلاف نيبيرو الجوي في التدهور وأصبح مكاناً معادياً للحياة، وحتى يتمكنوا من استعادته كان على الأنوناكي أن يأتوا بعنصر مهم واحد لغلافهم الجوي، وهو الذهب. وظهرت بعض الحقائق المثيرة للاهتمام فيما بعد،
بأن جسيمات الذهب النانوية يمكن أن تستخدم لإصلاح ثقب الأوزون لدينا، حيث إنه يحمي من الإشعاع، وهذا يفسر سبب استخدام ناسا لأغشية الذهب في محطاتها الفضائية. وعلى الرغم من أن ناسا تعترف حالياً بوجود 8 كواكب رسمية في نظامنا الشمسي، هناك تكهنات حول وجود كوكب تاسع لم يتم اكتشافه بعد، وتشير 5 خطوط مختلفة من الأدلة المرصودة إلى وجود هذا الكوكب التاسع. قد يكون لديه مداراً متذبذباً يجعله يظهر ويختفي من الرصد الأرضي. ولكن في أكتوبر 2017 نشرت ناسا مقالاً بعنوان الأرض العملاقة، قائلة هناك الآن 5 خطوط مختلفة من الأدلة المرصودة تشير إلى وجود الكوكب التاسع. والنقوش السومرية تعد من بين أكثر الظواهر القديمة غموضاً وسحراً، فهذه النقوش التي تعود إلى عصور غابرة تظهر تصورات دقيقة لمواضع الكواكب في نظامنا الشمسي، وتفاصيل أحجامها النسبية بدقة تثير الدهشة. وما يثير الحيرة أكثر هو أن السومريين كانوا قادرين على وصف الطبيعة الدقيقة لكوكبي نبتون وأورانوس بمعلومات لم نتمكن من اكتشافها إلا في السنوات الأخيرة. لهذا السبب يرى الباحث زكريا سيتشن أن الأنوناكي الذين ورد ذكرهم في الأساطير السومرية ليسوا مجرد خرافة بدائية نشأت في وادي الرافدين، بل كائنات فضائية قدمت من كوكب نيبيرو وأسست أقدم الحضارات على الأرض. هذه الفكرة الجريئة تتردد عبر الزمن، وقد تركت بصمتها في العديد من المنظمات السرية من الماسونية إلى منظمة ثور. عندما وصل الأنوناكي الأرض كان بإمكانهم العيش لمئات الآلاف من السنين. أنشأوا مستوطنة تعدينية سموها إيريدوج أو محطة الأرض الأولى في الخليج الفارسي تحت قيادة زعيم اسمه إنكي. تحكي الألواح أنهم لم يكونوا وحدهم، فقد أحضروا معهم سلالة فضائية أخرى كانوا يسمون الإيجيجي، وكانوا عبيداً لهم، وكانوا يعتبرون أدنى طبقة وخدموا الأنوناكي في تعدين الذهب. ومع نمو الحضارات عانى الإيجيجي من العمل الشاق. بعد مرور قرون عديدة ثار الإيجيجي ظناً منهم أنهم قادرون على التغلب على سادتهم المستبدين، وذلك بسبب تعرضهم للأعمال الشقة والذل. إلا أن هزيمتهم قضت على معظمهم تاركة الأنوناكي بلا قوة عاملة. والجدير بالذكر أنه ذكر في تلك الألواح على حسب كلام زكريا سيتشن أشياء تعارض التوحيد بالله والشرك به والعياذ بالله، مثل أنهم من خلقوا الجنس البشري لاستخدامهم كعبيد لاستخراج الذهب، وأنهم قاموا بخلق آدم وإيفا ليتكاثروا وليقوموا بمساعدتهم في استخراج الذهب والمعادن الثمينة. وهي أيضا تتشابه مع اسم سيدنا آدم وحواء التي ذكرت في الكتب السماوية والقرآن الكريم. وذكر أيضا بسبب التكاثر بين كائنات الأنوناكي والبشر ولد ذكر يسمى أدابا، وكان عمره أطول من عمر البشر وورث الحكمة والذكاء من الأنوناكي. وعندما تزوج ظهر من نسله ولدان هما كائن وأبائل، ونشأت بينهم نزاعات على السلطة، وأدت تلك النزاعات إلى قيام كائن بقتل أخوه أبائل، وكانت تلك أيضاً أول جريمة على الأرض للجنس البشري. وهنا غضب الأنوناكي وقرروا ترك الأرض والتخلي عن البشر. وأيضاً ذكر في تلك الألواح بأن الزعيم إنكي قبل مغادرة الأرض رأى بأن البشر يستحقون فرصة أخرى، فقام باختيار رجل صالح يدعى ذيوسودرا وكلفه ببناء سفينة ضخمة ليقوم باصطحاب كل البشر الصالحين، وكذلك زوجان من كل طير وحيوان. وعندما قام الأنوناكي بمغادرة الأرض حدث الطوفان العظيم وأهلك من هلك إلا سفينة زيوسودرا ومن معه من الناس والحيوانات والطيور. وعندما انتهى الفيضان اكتشف هؤلاء البشر الناجيين أن كل شيء كان موجود قبل الفيضان لم يعد لديه أي أثر، وكأن شيئا لم يكن. وأيضا تلك الرواية متشابهة كثيرا مع رواية سيدنا نوح والطوفان العظيم الذي حدث. وقبل رحيلهم أوهبوا البشرية الحضارة السومرية التي كانت متقدمة بشكل مذهل لتلك الحقبة، حيث ظهرت بشكل مفاجئ كحضارة ناضجة وعالية للتنظيم من العدم. وقبل أن يعود الأنوناكي إلى كوكبهم نيبيرو قرروا التلاعب بجينات بعض الفئات البشرية ليجعلوا منهم ملوكا يتحكمون في البشر نيابة عنهم حتى في غيابهم. وهذا الأمر خلق ما نعرفه اليوم بالعرق الملكي أو ذوي الدم الملكي، وعزز الطبقية المجتمعية الحديثة.
ومن المثير للاهتمام أنه بحسب الأسطورة سيعود الأنوناك يوماً ما إلى الأرض ليحكموا الشعب الذي يعتقدون أنهم خلقوه، حيث كان الملوك يعملون كسفرائهم على الأرض ويحكمون الناس وفقاً للمبادئ القديمة. وتتعدد النظريات الحديثة حول هؤلاء الكائنات مثلما تشير الألواح بأنه قد يقترب كوكب نيبيرو مرة أخرى من كوكبنا، حيث يعرف كوكب نيبيرو بالمدمر، وعندئذ سيعود الأنوناك ويستعيدون السيطرة على الأرض من جديد. وهذه الأسطورة حظيت بتأييد واسع، وخاصة من قبل الكاتب زكريا سيتشن الذي طرحها في كتابه الكوكب الثاني عشر. يؤمن سيتشن بأننا نحمل في أجسامنا حمضاً نووياً مرتبطاً بتلك الحضارة الفضائية، وأن الحضارة على الأرض لم تبدأ إلا بعد وصول الأنوناك منذ آلاف السنين بهدف البحث عن الذهب. من جهة أخرى، هناك معارضة لنظرية سيتشن أبرزها من الدكتور مايكل هيزر المتخصص باللغات السامية والعبرية، الذي يعتبر أن ما طرحه سيتشن يتعارض مع ما نعرفه عن نظامنا الشمسي والأجرام السماوية، وأن كل ما قاله يعتمد على اجتهاد شخصي. ويقر الدكتور هيزر بوجود كلمة أنوناكي في الأدب السومري، لكنه ينفي أي صلة بينها وبين كوكب يدعى نيبيرو أو كوكب ثاني عشر كما يدعي سيتشن. فكثير من علماء الوقت الحالي يقولون أنهم من الأنبياء أو الملائكة، ويوجد مجموعة أخرى من العلماء تقول أنهم جنس متطور زار الأرض في فترة ما من الزمن، وجاء ومعه تلك العلوم المتطورة والمتقدمة والتي كانت قبل ظهور البشر على الأرض، وكانت السبب في تطور ونبوغ الحضارة السومرية. وهنا نتوقف قليلاً، حيث أن ما تم ذكره في الألواح يتشابه بشكل كبير مع الرسل في الأديان السماوية ولا سيما القرآن الكريم، حيث ذكر في قصة الخلق اسم آدم، وهو آدم عليه السلام، وكذلك أولاده تتشابه قصصهم مع قصة قابيل وهابيل، وكذلك سفينة سيدنا نوح والطوفان العظيم. وهذا ما يجعل كثير من الناس تصدق تلك الرواية رغم عدم صحة كثير منها، ولكنها تظل متشابهة مع الأديان السماوية. وكذلك النقوش التي ظهرت في الحضارات المتقدمة ما قبل الطوفان، مثل المركبات الفضائية الموجودة في نقوش المعابد المصرية والبطاريات التي وجدت في بغداد، أو حتى نظرية الأهرامات بأنها مصانع للطاقة وليست قبور مثلما ذكرنا في فيديو سابق أيضاً. وفي النهاية ستبقى أسطورة الأنوناكي قائمة، لا سيما وأنها لم تذكر فقط في الحضارة السومرية، بل نجد لها وجوداً في الحضارات أخرى مثل الأكادية والآشورية والبابلية، مع اختلاف في التفاصيل. ما هو مؤكد هو أن الأرض غنية بحضارات متنوعة مليئة بأساطير مثيرة للاهتمام لا تعد ولا تحصى. ندعوكم بمشاركتنا آرائكم في الأسفل، ولا تنسوا متابعتنا لتكملة تلك السلسلة عن الحضارات المتطورة ما قبل الطوفان العظيم. دمتم في أمان الله وحفظه.